الثاني، واذا كان الضروري اللجوء الى الدور ذات الاغلبيه النسبيه. اما بالنسبه للكاتب ونائب الكوب فانه تتم بالاغلبيه النسبيه. دونك حتى لا اطيل عليكم، وكما يقتضي بذلك القانون، على السيد احمد المالكي بصفته اكبر الاعضاء سنا ليترأس الجلسه، وكذلك السيد رفيق مجعيط اللي اصغر الاسنان سنا اللي يكون هو الكاتب ديال الجلسه، فليتفضل مشكور. تفتح الجلسة من أرى الآخر لرئاسة التصويت على الرئيس المجلس. التصويت. التصويت. التصويت يكون علني. التصويت. فرق عليهم. كيتبعوا فرق عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد عامر، بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة السادة أعضاء المجلس الإقليمي على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي المتواضع، راجيا من الله أن أكون عند حسن ظنهم بي ومن خلالهم عند حسن ظن ساكنة الإقليم. ولا يفوتني بالإس والثقة التي وضعها الناخبون فيكم لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، راجيا لكم التوفيق والسداد في مهامهم في مهامكم النبيلة. وشكرا. ٢٤ من الظهير الشريف رقم 48-15-1 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ننتقل مباشرة إلى عملية انتخاب نواب الرئيس ثم كاتب المجلس ثم نائبه. الكريمي النائب الثالث علان المخلوفي. ولي مشكل شي لائحة. كاين شي لائحة أخرى تقدم للترشح؟ نعرضوا اللائحة مسؤول. أعطيهم يكتبوا يصوبوا لها الجانب ديال الورقة التصويت ديالها. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 والآن نفتحوا باب ترشيح للنائب الكاتب ديال المجلس. حاجة كو عارفة. البقية ديال الولاء والإخلاص يتقدموا السيد الكاتب. وبعد يشرفني أن ألتمس من سجانكم الكريم رفع هذه البرقية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نص البرقية: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولانا أمير المؤمنين سبط النبي الأمين وحامي حمى الوطن والدين، نصركم الله وأيدكم وأدام عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. نعم سيدي أعزكم الله،
بعد تقديم ما يليق بمقامكم الشريف من فروض الطاعة والولاء، يتشرف خادم أعتاب الشريفة رئيس المجلس الإقليمي للناظور بمناسبة انعقاد وإتمام أشغال اجتماع الانتخاب رئيس المجلس ونوابه وكذا كاتب المجلس ونائبه يوم 26 سبتمبر 2015 بأن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس ورعاياكم الأوفياء سكان إقليم النظور قاتبة آيات الولاء والإخلاص المفعمة بالمحبة الصادقة والتشبث المتين بأهداف العرش العلوي المجيد. مولانا صاحب الجلالة، إن رعاياكم الأوفياء لهذه الجماعة الترابية يغتنمون هذه المناسبة ليعبرون لشخص جلالتكم الكريمة عن أصدق الامتنان بروح مبادرتكم النيرة واهتمامكم المتزايد لبناء صرح الأمة المغربية عبر أوراش كبرى التي تسهرون عليها والتي من خلالها يعيش المغرب عهدكم الظاهر تحولا افترى وتقدما كبرى كبيرا تجلى في الإصلاحات العميقة التي تعرفها البلاد. وإننا يا مولاي إذ نؤكد لجلالتكم تعلقنا بشخصكم الكريم وبالعرش العلوي المجيد وعبرين لجلالتكم عن مباركتنا لخطواتكم الميمونة التي تسيرون بها بكل تفان واقتدار من أجل ضمان سيادة المملكة لوحدتها الوطنية والترابية، معتبرين أنفسنا جنودا مجندين وراء جلالتكم للدفاع الغالي والنفيس عن مقدسات الدينية والوطنية، مؤكدين وفاءنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم سيرا على نهج أبنائنا وأجدادنا. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا ومنادا لشعبكم الوفي ومحققا آماله وبانيا لصرح أمجاده ونهضة، ودام نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الكريم حكيم، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الجليل المولى الحسن، وشد أزركم بشقيقكم المولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير، والسلام على مقامكم العالي بالله. حرر بالناظور بتاريخ 26 سبتمبر 2015 ختم الأعتاد الشريفة خادم أعتاد الشريفة رئيس المجلس الإقليمي للناظور. بارك الله فيك.
الله.